صاحت أخي أبا عبد الله إن كنت ميت فأمرنا وأمرك إلى الله، وإن كنت حياً فهؤلاء القوم قد قربوا منا. خويا خويا الخالجت وتعدت الحاد، الخالجت وتعدت الحاد، وخيامنا ما بهن حاد. حارب لغاتك يا العبيد، للعباس قل الساع يقعد. تشي لابو فاضل وسنده، ورتب جفوفه فوق زنده، وقل له ترى زينب بشده. الحسين سمع نداء اخته زينب، اراد ان يقوم لم يتمكن لكثره النزيف، دماء، جراحات، جراحة قلبه، جراحة صدره، جراحة نحره، كلها جراحة جراحة. اتكى على قائم سيفه، صاح: يا شيعة آل أبي سفيان، إن لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعاد فكونوا أحرارا في دنياكم، وارجعوا إلى أحسابكم وأنسابكم إن كنتم عربا كما تزعمون. صاح شمر: ما تقول يا ابن فاطمة؟ قال: أقول أنا الذي أقاتلكم وأنتم تقاتلونني، والنساء ليس عليهن جناح، لتهجمن على عيالي. فصاح شمر لعنه الله: اقصدوه بنفسه، لعمري لهو كف كريم. فتراجعت العساكر على مولانا الحسين، افترقوا أربع فرق: فرقة بالسيوف، فرقة بالرماح، وفرقة بالنبال، وفرقة بالخشب والحجارة. آه، دار العسكر على حسين يا حب، ناس بالرماح وناس بالسيف، يشبه دور أعلى اللية المخيف. أين المنادي وحسيناه وسيداه وشهيداه؟